السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم استضفوا معايا ضيف الحلقه الفتى المدلل للكبرانه ديال فرنسا حفيظ قطراجي. حفيظ قطراجي اليوم غادي يطيح في المقله باش يتقلع. حنا كنمشيو بالتوجه ديال البلاد ديالنا، البلاد ديالنا حاليا كتحتنا اننا ندافعوا عليها بشتى الوسائل. اي واحد ينعج في المملكه المغربيه غادي نخرجوا ليه نيشان، وهذه السياسه ديال الدوله اللي قالت بان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس. تغلط في حق المغرب خاصك تخلص، وبلا ما يجي عندي شي كرغوليفه في التعليقات ويقول لي لا والفتنه وهذه الفتنه، سير قولها للتعارجي، قولها للقطراجي اللي مقابل المغرب، واي خبر كيشوف فيه المغرب كينقز ليه باش يستهدف يضرب المغرب وينال الرضا ديال الكبرانات، وفي نفس الوقت يدبر على صريف، لان قطراجي داير موقع الكتروني مسميه القدس. شوف التجار بالقضيه الفلسطينيه فين وصل، باش دير موقع الكتروني وتسميه القدس وتجلب اكبر عدد من المشاهدين العرب، راه خصك تكون بعقليه كرغوليه. سبق لي وقلتها شحال من مره، اكبر دوله استفدت من التجار بالقضيه الفلسطينيه هما الكراغيله، لانهم كيعرفوا كيفاش يضغطوا المشاعر ديال الشعوب بالقضيه الفلسطينيه وبظالمه ومظلومه، ولكن الفلسطينيين انفسهم عاقوا باللعب. الورقه ديالكم تحرقات، لان ملي جاوا كيشوفوا اشنو استفدوا منكم الفلسطينيين، ما لقاو والو، ما عمركم عاونتوهم حتى بدينار، لان الدرهم بزاف عليكم. فبلا ما يجي شي واحد يقول لي الفتنه الجزائريين كتبقاو مقابليننا، شكون اللي مقابل المغرب من غيركم؟ وبما انكم انتم مقابلين المغرب احنا غادي نقابلوكم، ونهار تفوت عليك المغرب ما نعرفوش واش انت عايش او لا ما عايش، ما غاديش نسمعوا بك. خرج تعارجي في واحد التدوينه كيقول اوقفوا الفساد، كل اتحادات القاريه مطالبه بالتحرك لمنع اختطاف الكاف، وهنا كيلعب على الوتر الحساس للمصريين بان راه زعما المغرب سرق لهم الكاف ويقدر يسرق لهم حتى المقر ديال الكاف، وكيطالب الاتحادات القاريه انهم زعما يوقفوا في وجه المغرب، ولكن كتزيدوا تاكدوا انتم الغباء ديالكم. الكرغولي هو هذا، غير باش نكون معاك صريح، رانا كنرتب الافكار ديالي على حساب العقليات ديالكم، لان كيف ما كتشوف راه في التصنيف الجزائريين الشعب الاقل ذكاء في العالم. يعني المغاربه نهار خرجوا قالوا 10 في عقل راه ماشي كذبوا عليكم، ونهار خرجوا قالوا ما بين القرويين والقيروان حديقه الحيوان راه ما كذبوش عليكم. فاحنا غادي نبقاو غادين على الوصيه اللي خلاها لنا جلاله الملك الراحل الحسن الثاني، اننا نوريو للعالم مع من حشرنا الله في الجوار. هاد المقولة غتبقى تاريخية عندنا، وغنبقاو عايشين عليها، وغنبقاو كنكشفوكم أمام العالم، حتى تهزوا يديكم على المغرب وتعطيوه شبر ديال الاتساع كيف ما هو عطيكم مسافات من الاتساع. كتقول على الاتحادات أنهم وأنهم يتحركوا ويديروا، علاش ما فراسكش راه كان التصويت؟ ما فراسكش راه الكاف طلب أن الناس تجيب ملفات والمغرب والسنغال حطوا الملف ديالهم وكان التصويت؟ وشكون اللي صوت؟ هما هاد الاتحادات اللي كطالبهم، هاد الاتحادات اللي أنت كطالبهم راه هما اللي صوتوا. المغرب جاب 16 صوت، السنغال 3، ومن بين الناس اللي صوتوا اللي صالح المغرب هو هذا المصري هاني ابو ريده اللي انت كتدق على المصريين. يعني الامور دازت بشكل قانوني، وانتم باغين تحولوها من شكل قانوني الى العباد ديالكم، وترجعوا لايام الخوالي، ايام عيسى حياته، داكشي تحت الطابله، الفساد اللي خدام مع فوزي القجع. سير سول الجزائري الحجره وراوه اشنو دار ليه، وانت عارف هادشي بشكل كبير، كيفاش زرع ليه من الكاف بفضيحة تاريخية وبشكل قانوني عن طريق التصويت، 7 أصوات مقابل 41 صوت. هادشي اللي خلى الحجر وراوة ينتهي نهائيا ويهرب حتى من الاتحاد الجزائري، من الفيدرالية الجزائرية، لأن ما تسرطاتش ليه هاد الفضيحة اللي دار ليه فوزي القجع. بغيتي تنقز لهذا الملف وتخشي راسك فيه، مرحبا بك، تعال يا الفتى المدلل للكبرانات ديال فرنسا. فين وصلوا المشاريع ديالك اللي كديرها في الجزائر حاليا من بعد الزيارة الأخيرة اللي درتيها عند الكبرانات؟ وافقولك أنك تطلق قناة تلفزية خاصة بك في الجزائر. مبروك السي قطراجي، الله يخلف على اسم المغرب اللي كتضل تنبح عليه باش يرضاو عليك سيادة الكبرانات، في حين انك كان خصك تناقش موضوع بواحد الحيادية. علاش فريق مصري طرف في هذا النهائي وما قدمش الاتحاد ديالو ملف التنظيم؟ علاش الجزائر اللي عندها فريق مازال كينافس انه يلعب النهائي والجزائر ما قدماش شرف التنظيم؟ هذه بوحدها كخصكش تهضر عليها. علاش الجزائر ما قدماتش ملف ديال الترشح لتنظيم نهائي عصبة الابطال؟ علاش الجزائر، ياك نتوما كتقولوا الجزائر قاره، علاش هذه الجزائر القاره ما قدمتش الملف ديالها؟ هذا السؤال ماشي خصك انت تسولو الكبرانات، لا، حنا نسولوك انت تجاوبنا، علاش الجزائر ما قدماتش ملف باش تنظم النهائي؟
الجواب كله عارفه، العالم ولا عارف هذا الجواب هذا، لان الجزائر ما عندهاش ملعب واحد معترف به دوليا. الجزائر قاره القوه الضاربه، اكبر منظمه صحيه في العالم، واللي قال تشبون بان العالم الدول الكبرى كيديروا لكم الف حساب، ما عندكمش ملعب واحد معترف به دوليا. واش عارف المغرب شحال عنده من ملعب؟ 6 الملاعب معترف بها دوليا، فرق ما بين السماء والارض. ها الموضوع اللي خصك تناقشوا، علاش الجزائر ما عندهاش شي ملعب اللي تنافس به المغرب وتخنق فيه المغرب وتبين بانها احسن من المغرب؟ ولا انت حادك غير تنشر في الموقع الالكتروني ديالك القدس اوقفوا الفساد واوقفوا؟ ايوا هضر للفساد اللي عندك في البلاد، ولا ما تقدرش غادي يغضبوا عليك الكبرانات. خصك تنال الرضا ديال الكبرانات. واش واحد اكثر من شهر هو سارح الشعب على قدو وكيقول لهم بلا ما تخافوا راه الملف ديالنا ثقيل، عندنا دبلوماسيه قويه، غادي يجيبوا لنا حقنا، ما تخافش الشعب الجزائري، ملفنا ثقيل، قسامه. واللي خصكم تعرفوا بان اول واحد هضر على ان راه قسامه جا المغرب هو قطراجي، هو اللي سرحهم، هو اللي نشر في الموقع ديالو بان راه قسامه بدل الطريق، كان عيدوز من هنا ولا جا الرباط وعاد مشى لتونس. بحثوا غادي تاكدوا بان راه قطراجي هو اللي خرج هذه المعلومه، هو اللي سرب الاعلام الجزائري باش بدا ينبح بها وسرحوا بها داك الشعب. وفي الاخير خرجت لهم الفيفا 4 سطوره، قالت لهم جمعوا الكورده طويو الباش سالت الحفله. ومن بعدها خرج حفيظ قطراجي كيلوم الفيدراليه بانها ما دارتش خدمتها. ايوا ناقش هذا الموضوع، هضر على الفساد اللي كاين في الجزائر. علاش الجزائر القاره بالثروات اللي كتملك، البترول، الغاز، اليورانيوم، الحديد، الذهب، خيرات ربي غير مشتته، وما عندكمش ملعب واحد تنافسوا به الدول؟ كيف حالكم؟ كيف حال سيادكم؟ ماشي تنبحوا في الخاوي، نبحوا في العامر بعدا. اولا الفتى المدلل ما خصوش يخسر الخاطر للكبرانات، وفيما يسمع اسم المغرب مطروح خصو يخرج ينبح. ولتعلم يا حافظ قطراجي بان صياحك وصياح امثالك طرب للمغاربه. المغاربه الان في عز الفرحه ديالهم ملي كيشوفوا ان عندهم رجال كيقودوا هذه البلاد في جميع المجالات، فهذا كيخلينا اننا نفتخروا. وداك المقر اللي انت باغي تدق عليه غير خليه للمصريين، ما عندنا ما نديروا به. حنا لا المقر ولا الرئاسه ما عندنا ما نديروا بها، ولكن راه القوانين غادا تبقى تسطر هنا في المغرب. والدليل هو ان الرئيس الكاف الحالي الجنوب افريقي موتسيبي تم التعيين ديالو في الرباط رغم ان المقر في القاهره. ياك الرئيس من جنوب افريقيا، جنوب افريقيا كتمشي معكم لوطو في قضيه الصحراء المغربيه، علاش الدبلوماسيه ديالكم ما تتحركش وتجروا للصف ديالها؟ ياك عندكم دبلوماسيه قويه وجيش قوي ولا على الخرطي كتخرطوا على داك الشعب اللي لقيتوه ساهل كيتسرح. والان رسالتنا غادا تكون موجهه للسيد فوزي القجع. هاد السيد طاول على الكاف وطاول على الاتحادات الافريقيه كامله، ونعت الكاف بالفاسد، وهذه اهانه في حق الاتحادات الافريقيه وفي حق الكاف بصفة عامة. وكلنا كنعرفوا بأن البي ان سبور هي صاحبة ملكية الحقوق لدوري أبطال إفريقيا، كذلك كأس أمم إفريقيا هي اللي متحكمة فيه. فيجب على الكاف يقدم احتجاج لبي ان سبور، لأن هذا السيد تهم الكاف بالفساد بدون أي دليل. يجيب لنا الدليل يا سيدي ومرحبا به. حنا في زمن القانون ماشي في زمن اللي خرج ينعت شي شخص ولا يسب شي شخص بدون أي دليل. إذا كانوا كيعيشوا هما في ديك الدولة الهمجية ديالهم بهالطريقة راه ما يمكنش يطبقوها على العالم كامل. وأنا بالنسبة لي غادي يكون أقوى رد من الكاف لاخراس فم هذا الكرغولي، لان الانسان ملي كتسمح ليه وكتجاوز عليه كيتجاوز هو الحدود. اليوم نعتكم بالفساد، يعلم الله غدا باش غادي ينعتكم. فهي اكبر فرصه لكم انكم تسكتوا بحال هاد الكراغيله اللي كينبحوا عن فراغ. ولازم على الكاف انه يقدم احتجاج لدى البي ان سبور، ويوصل الكاف معها لدرجه التهديد بسحب شرف حقوق الملكيه لا لدوري ابطال افريقيا ولا لكاس امم افريقيا. وحنا كنعرفوا بان القنوات الاماراتيه والقنوات السعوديه كتسنى بحال هاد الفرص هادو، وبالتالي غادي نشوفوا واحد الرد لادع من البي ان سبور تجاه هذا الشخص الكرغولي الفتى المدلل للكبرانات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.